يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال العبد بلسانه لا إله إلا الله وهو ممن ينتسب إلى الإسلام ويعيش في بلاد الإسلام، ولكنه لا يعرف معناها ولا يعرف أنها تعني البراءة مما يعبد من دون الله حيث إنه جاهل بمعناها، فهل يحكم بإسلامه؟ يحكم بإسلامه، يوضح له معناها، يشرح له معناها حتى يعتقده ويعمل به. نعم.